ازيك يا مستدعى، ربنا يبارك فيك. بصراحة الامتحان ما طلعش من همي جدا، ولا حسن الختام ولا غيظ برضو بصراحة. هو في حاجات برضو فعلا لفة شوية فيها، لفة كده سيكة شوية، بس الموضوع بصراحة يعني 75% او اذا كنش كمان 80% واكتر كمان الامتحان منهم. بس بصراحة ربنا يبارك في حضرتك. جالي طريقة نقل المريض من الكرسي، من السرير للكرسي، وبرضو من السرير للنجالة. جالي برضو العينات اللي المفروض ان احنا ناخدها الاول، البلاك كالتشر، برضو سؤال الانكريز السايز كوف، وجابلي برضو اللي هو 130/90، وقال لي 130 ده بتاعت ايه اللي هي سيستوليك بريشر. وجالي برضو تجميعة البول بتاعت 24 ساعة، المفروض ان احنا نحطها ايه، هنحطها في الكونتينر استريليوم كونتينر، ونحطها في الريفروجيتور. وبرضو طريقة قتل المايكرو اورجانيزم الاستراليزيشن. وجالي سؤال الهيموبليجا اللي هو الوان سايد، وجالي صورة الفيرست ديجري بيرن، وجالي الانيميا ب12، وجالي برضو سؤال النحلة، وجالي برضو سؤال البيشنت ويز كانسر هو ريفيوز تيكينج باسنج، بس كان جايبها بطريقة تانية غير اللي موجودة في المذكرة، بس يعني هي مقابل ليها، او اللي يعني اللي هياخد باله منها ان هو يوز وورم تاول اند ووتر، حاجة زي كده يعني. فانا حاولت ان انا اجيب يعني الاجابة فيها بصراحة، بس مش فاكر الاجابة بالظبط ايه. جالي سؤال برضو في التكنيك اوف يوزنج اللي هو الاس سي دي، بس كان بيتكلم على ايه الحاجة اللي تعمل العائق في الانفلود والديفلود، ايه الحاجة اللي تعمل عائق في موضوع ان احنا نعمل تنشيط الدورة الدموية، بس الاجابات بصراحة مش فاكرها. جالي سؤال برضو البيشنت روتين الاكس راي، بس هو بقى كان جايب لي بقى يعني اجابتين، والاجابتين بصراحة انا احترت فيهم فاخترت الاجابة بتاعتك. فاللي هو البيشنت ليه اكس راي بالليل والايه مقفول، والبيشنت كان يعني كان غضبان، فكان جايب لي tell the patient don't worry and this things that occurs. تمام. وكان جايب لي ان هنقول له ان مفيش الاكس راي بتبقى فاتحة بالليل، والكلام ده هنعمله الصبحية. كان جايب لي هنا البيشنت with heart disease and او higher level في الكوليسترول، وكان جايب المفروض ان هو يجيب لك fruit and vegetables، بس ما جايب ليش fruit، اجاب لي beans and vegetables. كان جايب meats، وكان جايب البيتر، بس كان احسن اجابة اللي هو beans and vegetables، ده دي الحالة الوحيدة اللي كانت ما كنتش شايفها اصح في الاجابات. طفل دخل رجله مكسورة، كان الاكسبريشن بتاعه الاكيوت بين. كان جايب لي patient is shocking بس still pressing and responsible. تمام. كان في من ضمن الاجابات ان هو هيعمل هيملك مانوفر، او هيعمل abdominal thrust، او ان هو care for help، او ان انا مش هعمل اي حاجة وهخلي بالي من المريض. وده بصراحة دي يعني اكتر اجابة كانت مقنعة، ده عشان كده اخترتها. قال البيشنت in the bed for 2 days. تمام. وهيتنقل من السرير للتشير، هيحصل له دانجلينج. جالي الكان الثلاثية اللي انشور ذا تاب اوف كان، المفروض اللي تتزحلق، والمفروض ان هي فلاتت على الارض. جاري صورة كف الإيد المفرودة، تمام، اللي هي المفروض الأبدكشن،
وكان جاي بيقول لي دي فليكشن ولا اكستنشن ولا ابدكتد تمام ولا كونتراكتد. بصراحة اول ما لقيتش الابدكشن اخترت الكونتراكتد، وجالي الالترا ساوند في البلادر، وجالي طريقة الهاند سيرجري السيرجري، طريقة اللي هو التعقيم الجراحي، طريقة ازاي وانت بتعملها، وطريقة لبس ال تي اي دي اللي هو الانتي امبوليزم ستوكينج. وجالي كده سؤال بصراحة لافف، بس يعني انا مش عارف السؤال ده انا اخترته صح ولا غلط. هو جالي انستريتمنت اللي هو اداة بتستخدمها، اللي انا فاكره ان هو كان فيها بون والاودوتي اللي هو السمع وفيها البون، فكان حاطط الهامر وكان حاطط التانج فورك. فبصراحة أنا اخترت التانك فورك، بس أنا مش فاكر صيغة السؤال بصراحة بالظبط، بس ده اللي قدرت افتكره بصراحة. فالامتحان ما طلعش من هام جدا، ومذكرة حسن الختام وغيظ بصراحة، وربنا يبارك في حضرتك يا رب.